انا اولادكم انا ما كاش مش مليان مرتبط امين ما خاصش حاجه نزيدوها لا ذبحت لنا خطويات طيب نبدأ باللجنة هذه القائمة على هذا الإفطار تاع أمير السبيل لجنة القدس. هي في الحقيقة هذا العمل والله كما قال لك تقشعر له الجلود وهذا عمل جبار ماشي أمر تاع نهار ولا تاع يومين، هذا طيلة شهر هما واقفين هادو من أجل إفطار عابر السبيل. هذا أمر كما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله أجره، لأن يعني عندكم أجر تاع أحد الصائمين اللي فطر عندكم ببداية شهر رمضان. كذلك كما نقول هذا العمل هذا نشكر المحسنين الله يجازيهم الله يكثر من المحسنين. كما قال لك واحد المرأة عاودناها خطرة قالت لكم أنا شا ندعي، أنا عندي هذا الدعاء ندعي زعما سبحان الله حنا خلعنا، قال أنا دائما نقول الله يكثر أهل الخير. اللهم كما قال لك اللهم قويهم هاد المحسنين، اللهم بارك لهم وزدهم ولا تنقصهم، اللهم بارك لهم في أهلهم ومالهم والله يبلغهم كاع. النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد اللي فيما يطعم المسكين ربي يبلغ حاجته إن شاء الله. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على طعامكم الأبرار وصلت عليكم والخيار. اللهم بارك لهم في اهلهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم في اهلهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم لا تجعل لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي كل امرئ منا ما نوى، اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي كل امرئ منا ما نوى. اولا نشكر لجنة القدس على هذه المجهودات الجبارة التي قاموا بها طيلة شهر رمضان. ثانيا نشكر صاحب المحطة بارك الله فيه جزاك الله خيرا وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يوم القيامة ربي جزي. كذلك نشكر كل القائمين كل باسمه ومقامه كل باسمه ومقامه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم القيامة وبوركتم، يعني كنتم قائمين على إفطار الصائم والله لا عمل ما شاء الله كما قال لك غيرتونا وبارك الله فيكم وربي يجازيكم. كذلك الآباء والأمهات ربي يفتح عليكم وربي يشافيكم ويعافيكم وربي يسخر لكم الرجال التي تقوم لخدمتكم. كل مريض الله يشافيه، كل مقبول الله يلاه بيك، الله يجعل ربي يفرج على محمد وهذه غزه هذه الله يجعل ربي يفرج عليها. الحمد لله والصلاه والسلام عليك ليالي مباركة. أتوجه بالشكر للجمعية القائمة على هذا الإطعام السمين. إن شاء الله أصحاب النية. أصحاب النية يقلبوا أصحاب الحلية. على رأسهم جمعية القدس وجمعية الإحسان. ربي يبقي القلب القلب. وكاع الجمعيات اللي شاركوا في هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه قوتي وقوات الدين وحياكم تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذا الشهر المبارك في ليله مباركه ليله 27. ان شاء الله جمعيتنا جمعيه مسجد القدس وجمعيه الاحسان بتاعنا جمعيه الاحسان وجمعيه نسمات الخير اليوم استضفنا مسنين دار العجزه واللي لبوا الدعوه وجاو عندنا وبارك الله فيكم وبارك وجزاكم الله بخير. ان شاء الله ربي يرضى علينا عن البلاء والوباء وان شاء الله يا ربي اهل غزه يرضى عليهم ان شاء الله ان شاء الله ربي يكون في عونهم ويرضى عليهم هذا الحصار ان شاء الله. بغيت نقول كلمه لكاع الجمعيات كاع المحسنين اللي عاونونا عاونونا بالخضر فواكه عاونونا بالفلوس عاونونا باللحوم عاونونا حمراء ولا بيضاء الله يجازيكم والله يكثر متاعكم. لا ستاسيون ديال سونس بسيو بن عدله الله يجازيه دار بينا كون بليزير مع خونا تاع المطعم وخونا تاع
تاع المقهى تاعني كانوا في راس السجن تاعنا، ولا تزيد من عدا بلا بكم نتوما حنا ما كنا قادرين نديروا والو. بارك الله فيكم، هذا السيد معدا الله يجازيكم، وانتوما انتوما الجسر بين اللي كان بين بينكم نتوما وال واللي سموا عادل السافي ان شاء الله. خويا صناقي نشكرك على المجهود الجبار اللي قمتم به، راك تغطي كاع الاحداث في سيد معدا من جمعيه تاع جمعيه كفيل يتيم ولا جمعيه تاعنا. بارك الله فيك الله يجازيك ويكثر من ذلك ان شاء الله. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، السلام عليكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اللي بدينا الدعوه تاع الجمعيه هنا في مطعم الاطعام لسيدي معدا، جمعيه القدس، وحنا كمؤسسه دار الاشخاص المسنين حضرنا اليوم وشاركنا في فائده الاطعام هنا، وشهدنا على الناس شاركوا معنا في هذه المائده، ونشكرهم على هذه الدعوه اللي وعيد مبارك كل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد صحاب طركم، ونشكر القائمين على مندوبات الافطار وافطار الصائم، ونشكر جمعيه احسان وجمعيه القدس، ونشكر كاع القائمين سواء الجنود وخاف الجنود الظاهرين الفوتوغراف تاعنا. ما شاء الله الله يجازيكم وبارك الله فيكم وصحتكم وصحتكم الله يجازيكم. صحيح.